ومحمود صلاح. كرة تاني محمد حمدي، مفيش اوف سايد، في جول، في هدف. لسه بقول لحضراتكم ان بيراميدز وجد الشفرة ووجد الطريق للمرمى الاسواني، وينجح حمدي في تسجيل الهدف الثاني. نزل كبديل، نجح في التسجيل بعد اختراق جديد لدفاعات زهرة الجنوب. يسجل محمد حمدي بعد نزوله بدقائق قليلة جدا وبسيطة جدا، ينجح. نشوف يتواجد فين. شوف شوف شوف، مفيش اوفسايد، مفيش اوفسايد على الاطلاق. والصناعة المرة دي من مصطفى فتحي، ولا مين؟ هو مصطفى فتحي. يبقى مصطفى سجل اول الاهداف ويصنع تاني الاهداف للبديل محمد حمدي. هدف واسيست لمصطفى.